السلام عليكم. شاب من مدينة طنجة، 74. خدنا تاكسي، شوفير تاكسي. بغيت نشارك معهم قوتي المغاربة. أنا مريض مرض الصيدا، وحاليا دمرت في الحياة ديالي مرة نهائيا. هذا المرض هذا رزاني في الحياة ديالي، دابا مدة ديال 6 سنوات. اكتشفت اللي عملت تحليلة ولا عملت توصفي وجبرت عندي مرض الصيدا. دمرت في الحياة ديالي مرة نهائيا، عامين وانا مدمر الحياة ديالي مرة نهائيا. شوية الحمد لله وحق حاليا مؤخرا بقيت الحالة ديالي بقيت تدهور بزاف. دابا اصلا تخلي دابا عندي هذاك المرض ديال الفتق، تاهو زادني في هادي، دمرني في الحياة ديالي مرة نهائيا. نعم ما خدمش دابا، انا عام ونص دابا وانا جالس. طلع عليا الكرا الضوء والماء، عندي تقريبا 1000 دابا 3 شهور. لا ضوء ولا ماء، ما باقي ما عارفش الثمن ديالها شحال. ما مرة نهائيا انا ما توجهت المغاربة المحسنين باش توصلت. صافي دمرت الحالة ديالي والناس راه ما تيرحموش. كنطلب المغاربة وعارف المغاربة الناس محسنين الناس مزيانين يوقفوا معايا، لما يتيقوني شي يتصلوا بيا ويجيو هما بيدهم يشوفوا الحالة ديالي، يشوفوا كل شيء نعطيهم. محتاج دابا محتاج العملية ومحتاج معاونة، أي معاونة كيف ما كانت. لا تنطلب الشكر ديالي للمغاربة كاملين.